مرحبا بكم. البداية بقرعة كأس ربيع الأبطال الإفريقية، الترجي يمثل كرة القدم التونسية الوحيد في المسابقة هذه، تجد اليوم في المجموعة الرابعة مع الزمالك المصري، شباب الوزداد الجزائري والمريخ السوداني. وهذا الموسم الثاني يلقى فيه الترجي روحه مع فريق شباب بالوزداد اللي كان موجود مع عمير في نفس الدور في دور المجموعات، أيضا في عام اللي قبله موسم 2020-2021 كان موجود كيف مع فريق الزمالك المصري. دونك نعطيكم المجموعات الكل. المجموعة الأولى فيها الوداد البيضاوي المغربي، بيترو أتلتيكو الأنغولي، شباب القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي. المجموعة الثانية فيها الأهلي المصري، ميمولودي سان داونز الجنوب الإفريقي، الهلال السوداني والقطن الكاميروني. المجموعة الثالثة فيها الرجاء البيضاوي، حورية كوناكري، سيمبا تنزاني، وفايبرز الأوغندي. المجموعة الرابعة مجموعة الترجي. الترجي في جولته الأولى باش يستقبل المريخ السوداني أيام 10 و 11 فيفري. الجولة الثانية يتحول للجزائر، يواجه شباب الوزداد الجزائري 17 و 18 فيفري. في الجولة الثالثة الترجي يستقبل الزمالك أيام 24 و 25 فيفري. في الجولة الرابعة الزمالك هو اللي يستقبل الترجي، دونك الترجي يتنقل لمصر يوم 7 مارس. في المجموعة الخامسة المريخ السوداني يستقبل الترجي أيام 17 و 18 مارس. في الجولة السادسة والأخيرة الترجي يستقبل شباب الوزداد الجزائري 31 مارس أو 1 أفريل. في كأس الكاف الاتحاد المنستيري أيضا الممثل الوحيد لكرة القدم التونسية في المسابقة هذه، توجد في المجموعة الرابعة مع تي بي مازنبي الكونغولي، يونغ أفريكانز التنزاني، وريال باماكو المالي. بالنسبة لماتشوات الاتحاد المنستيري، في الجولة الأولى الاتحاد يستقبل يونغ أفريكانز هذه نهار 12 فيفري. يوم 19 فيفري ريال باماكو يواجه الاتحاد المنستيري. في الجولة الثالثة يوم 26 فيفري الاتحاد المنستيري باش يتنقل لوبومباتشي وين يواجه تي بي مازنبي. في الجولة الرابعة يوم 8 مارس الاتحاد المنستيري يستقبل مازيمبي. في الجولة الخامسة تاع 19 مارس يونغ أفريكانز التنزاني يستقبل الاتحاد المنستيري، دونك عنده تنقل الاتحاد المنستيري لتنزانيا. في الجولة السادسة يوم 2 أفريل الاتحاد المنستيري يستقبل ريال باماكو. في اتحاد تتاوين تم فسخ العقد بالتراضي مع قائد الفريق أسامة العمراني بطلب من اللاعب. من أخبار المونديال، جسر جوي بين المغرب وقطر بعد ما تمت برمجة 30 رحلة من الدار البيضاء للدوحة بين غدوة بعد غدوة، نقل الجماهير المغربية لدعم منتخب بلادهم في نصف نهائي المونديال 4-8 متاع الليل ضد فرنسا، وتم التخفيف في أسعار التذاكر. كانت هذه ثلاث نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام.